السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبة طلبات الصف الثاني الثانوي. إن شاء الله النهاردة حلقة جديدة في مادة الفيزياء الصف الثاني الثانوي، مراجعة قوانين الباب الثاني في الفيزياء. نجمع لكم شوية قوانين، وفي حلقة تانية إن شاء الله بالقوانين الباقية. نبدأ بس كده نشوف فكرة القوانين دي إيه واللي أنا عامله في الورقة ديت، وأعطيكم مساحة أو إتاحة فرصة لمسائل تطبقوا عليها نفس المسألة نفس القانون اللي عندنا، فدي بتسهل لنا الأمور. يعني إزاي؟ يعني نبدأ كده. أول حاجة بصوا معايا، المنشور الثلاثي، زاوية رأس المنشور الثلاثي بتساوي مجموع ايه الزاويتين. بصوا معايا، مجموع الزاويتين اللي جوه اللي داخلتين اللي هي سيتا 1 وفاي 2. يبقى القاعدة دي خلاص كده معايا، يبقى زاوية رأس المنشور، ورقة وقلم كده ونشتغل مع بعض. زاوية رأس المنشور بتساوي مجموع زاويتين اللي جوه. يعني ايه اللي جوه؟ يعني زاوية الانكسار الأولى مع زاوية السقوط التانية. تمام كده؟ طب ألفا بتساوي مجموع الزاويتين الخارجتين من المسارات اللي عندي دي. نقولها تاني، طب فين الفا اصلا اللي هي زاويه الانحراف؟ ارسم لكم رسمه كبيره في ديت كده عشان تبقى واضحه. بصوا كده معايا، المنشور الزجاجي اهوت زاويه راس ايه. نبص كده، انا عاوز اقول ايه؟ اذا سقط شعاع مائلا، لازم نرسم عمود مقام، نفهم كده مع بعض بالراحه. طبعا دي فاي 1 الزاوية المحصورة بين شعاع الساقط والعمود ايه المقام، المفروض تسير في خط مستقيم، لا سيحدث لها انكسار. تمام. طيب لما انكسرت بنقول الانكسار، بنقول بتقرب لمين؟ للعمود المقام، ما بتبعدش عنه، لان هي المفروض تسير في خط مستقيم، يتقرب يتبعد. لا، قربت منين؟ من العمود المقام. الزاوية دي بنسميها سيتا 1 اللي هي زاوية الانكسار الاولى. طيب تمام، عمود مقام كده بسرعة، العمود المقام اهو، العمود المقام اللي بيحصل المفروض يصير في خط مستقيم، المفروض لا سينكسر مبتعدا، لانه من وسط اكبر الى وسط ايه اقل. نفكر كده في الحتة دي كده، حاجات مهمة بصراحة النهاردة. خلاص، وعملها لكم على جزء جزء كده ان شاء الله، فتابعونا. والمسائل برضو هنراجعها مع بعض، يعني هديكم فرصة مسائل تطبيقات حاجات مطلوبة. يبقى ده العمود المقام وده الشعاع المنكسر. الزاوية دي اسمها ايه؟ فاي 2. يبقى دي فاي 1 سقوط الاولى سقوط التاني. خلاص، الزاوية اللي طالعة دهيت بنقول عليها سيتا ايه؟ 2. طيب انا عندي زاوية رأس المنشور بتساوي مجموع الزاويتان الداخلتان، يعني سيتا 1 وايه؟ وفاي 2. طيب انا عندي زاوية الانحراف فين بقى؟ بيقول لي امتداد الشعاع الساقط وامتداد الشعاع المنعكس الفا. واضحه جدا، كبرتها لكم شويه. يبقى الفا بتساوي ايه بقى؟ مجموع الزاويتان الخارجتان من المنشور، يعني زاويه السقوط الاولى وزاويه الانكسار الثانيه. يبقى القاعدتين دول نبص عليهم كده مع الرسمه. الرسمه هحاول اسيبها لكم برده كده ايه قدامكم. افكركم برده اللي ما اشتركش معانا في قناتنا يشترك، قناة مصطفى رجب خبير العلوم، نضغط على الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله، ونختار الكل ونكتر اللايكات شوية. في ناس متضايقة قوي من اللايكات، لا، اللايكات بتزود رصيد القناة على اليوتيوب وبتعمل لنا اسم على اليوتيوب، فالناس اللي متضايقة من كده ما تعملش. خلاص، مفيش مشكلة، نبدأ كده مع بعض، احنا عايزين نفيد بعض، نستفيد، الجميع يستفيد، وكلامي واضح انا بقول ايه. خلاص نبدأ كده. زاوية رأس المنشور، بصوا على الرسمة دي، الرسمة دي كبيرة شوية عن الرسمة الصغيرة اللي هنا. يبقى زاوية رأس المنشور بتساوي ايه؟ سيتا 1 زائد ايه؟ فاي 2. خلاص، يبقى الزاويتين الداخلتين اللي جوه دول نقولها بأي معنى بس نفهم. طيب أنا عندي ألفا بتساوي مجموع الزاويتين اللي بره المنشور، يعني بتساوي ايه ألفا؟ بتساوي فاي 1 زائد سيتا 2 ناقص زاوية رأس المنشور. ناقص زاوية رأس الايه المنشور دي، بقى دي زاوية ايه؟ الانحراف. نشوف بقى موضوع تاني. ايه هو الموضوع التاني؟ منشور يا اما يقول لي في المسألة، واجيب لكم مسألة تطبيق مباشر، يا اما يقول لي
الشعاع ساقط عمودي، شوف الحالة الأولانية كده، ونخلص حاجة حاجة عشان بس الايه الكاميرا اظبطها لكم على الرسم. يبقى الوقت هنا اذا سقط الشعاع عمودي تمام، ايه اللي هيحصل؟ في ملاحظات. ايه هي الملاحظات يا مستر؟ بصوا كده على الكلام مع الرسم اهو جاي في الكاميرا، وممكن برضه اظبطها لكم شوية اهو تمام. بصوا بقى على المنظر اللي بقوله، سقط عمودي بدأ يمشي ينفذ على استقامته، بعد كده ايه انكسر خارج المنشور. استنتج من الكلام ده ايه؟ ان في زاويتين هنا تارم. ايه هما الزاويتين اللي تارم؟ الزاويتين اللي عندي هنا اهو اللي هي فاي 1 وايه سيتا 1 راحوا خالص، بيساوي صفر فعلا، وده التعليق اللي انا معلقه لكم هنا على الرسم. يبقى انا عندي في الحاله ديت فاي 1 اللي كانت هنا زاويه السقوط الاولى بتساوي سيتا 1 اللي هي زاويه الايه الانكسار الاولى بيساوي ايه يا جماعه؟ زيرو، لان الشعاع سقط ايه عمودي. وبناء على ذلك زاوية رأس المنشور هتساوي بما أن زاوية رأس المنشور بتساوي سيتا 1 زائد ايه فاي 2. طب انا عندي سيتا 1 طارت، يبقى ما عادش فيه مجال لسيتا 1، يبقى زاوية رأس المنشور بتساوي ايه مباشرة؟ بتساوي زاوية السقوط الثانية، حطوا دي في الذاكرة عندنا. طب نرجع بقى كده لفاي اللي زاوية الانحراف. زاوية الانحراف من شوية قايلينها فوق شوية في الصفحة، قلنا زاوية الانحراف بتساوي فاي 1 زائد سيتا 2 ناقص A. طب انا عندي اتضح ان فاي 1 راحت، يبقى الفا بتساوي ايه دلوقتي؟ سيتا 2 ناقص فاي A 2. الكلام ده فيه استفادة؟ ده مسألة تطبيق مباشر، مسألة تطبيق مباشر، وهسيب لكم الحل او تفكروا في الحل ان شاء الله. خلاص يبقى الحل نشوفه ازاي مع بعض كده. بيقول لي سقط شعاع ضوئي عموديا على احد اوجه المنشور، منشور ثلاثي معامل انكسار مادته 1.65، فخرج الشعاع مماسا. خلاص ده المسألة دي تبع ايه؟ المسألة اللي تحت اللي بتاع خرج ايه مماس. خلاص لكن سقط شعاع ضوئي على احد اوجه منشور ثلاثي عموديا المسألة هي بتاعت الايه المنشور الثلاثي اهو موجودة تانية اهي. يبقى سقط شعاع ضوئي على احد اوجه المنشور الثلاثي عموديا، خلاص زاوية رأسه كام؟ 38، فخرج مماسا للوجه الاخر، فان معامل انكسار مادتي المنشور ايه بتساوي ايه؟ خلاص يبقى انا هنا عندي ناخد بالنا من المسائل كده، في مسائل موجودة على الجميع الايه الحالات. طيب اذا خرج الشعاع هنا المرة دي فخرج مماسا على الوجه الاخر، فتكون زاوية رأس المنشور هنا طالب مني زاوية رأس المنشور. نكتب المسألة كده ونفكر فيها عشان هنحلها ان شاء الله بكرة بإذن الله. هنسيب لكم فرصة بس يوم اللي هو بكرة ونحل لكم المسائل دي بإذن الله مع بعض. يبقى تاني، سقط شعاع ضوئي عموديا على احد اوجه منشور ثلاثي، خلاص يبقى سقط ايه عمودي، معامل انكسار مادته 1.65، فخرج الشعاع مماسا للوجه الاخر، فتكون زاوية رأس المنشور نفكر فيه كان هنا برضو مماس، بس طلب مني المرة دي ايه عطينا رأس المنشور وطلب مني ايه معامل الانكسار بتاع مادة المنشور. يبقى المسألتين دول عكس بعض او في اتجاهين ايه مختلفين. طب تعالوا نشوف القوانين اللي عندنا في الحالة التانية، اذا سقط الشعاع فخرج عموديا لحالاته، ليه كلام فيه ملخصها لكم برضو بطريقة كويسة ان شاء الله. نبدأ نشوف كده، لما يجي يخرج عمودي يبقى في زاويتين راحوا من هنا، ونركز قوي لان الرسمة مهمة بصراحة. ايه اللي يروح هنا؟ الزاويتين دول اللي كانوا موجودين هنا، يبقى فاي 2 وسيتا 2 هيطيروا، يبقى فاي 2 بيساوي سيتا 2 بيساوي زيرو، لان الشعاع سقط ايه عمودي. نركز الكلام اللي بقوله ده، زاوية رأس المنشور بتساوي الزاويتين اللي جوه، طب ما هو ما عادش الا واحدة، طب التانية راحت بقت زيرو، ما عندي فوق اهي، يبقى فاي 2 بقت زيرو، يبقى ما عادش زاوية رأس المنشور بتساوي مباشرة زاوية ايه الانكسار الأولى اللي هي سيتا 1. طيب أنا عندي زاوية الانحراف بتساوي فاي 1 أساسية اهوت زائد ايه سيتا 2 ناقص ايه. طب وبعدين؟ انا عندي سيتا 2 طارت اساسا عشان خرج عمودي،
يبقى 6-2 ما عادش موجودة اللي هي انكسار التانية، يبقى في الحالة دي هتبقى عندي فاي 1 ناقص سيتا 1، لأن سيتا 1 بتساوي ايه؟ زاوية رأس الايه؟ المنشور. كلام مهم جدا يا جماعة، خلاص؟ طيب تعالوا نشوف المسألة هنا، مسألة حلوة وجميلة وفيها فكرة. بيقول لي سقط شعاع ضوئي بزاوية فاي على أحد أوجه المنشور ثلاثي اللي هو 35 وإيه؟ 35 درجة، خلاص؟ زاوية رأسه 35 درجة، فخرج عموديا، خرج عموديا الحالة اللي عندنا من الوجه الآخر. فإذا كان معامل انكسار مادة المنشور 1.5، فإن قيمة فاي أي من الأرقام اللي إيه؟ اللي موجود. خلاص، يبقى احنا هنا في المسألة دهيت عندنا ثلاث قوانين وعندنا ثلاث مسائل، ونبص على بتاعة الممس دي بالمرة آخر حاجة في الورقة النهاردة أو في حلقة النهاردة إن شاء الله، عشان ما اطولش عليكم، لأن في ناس برضو ما تطولش يا مستر، في ناس عايزة الحلقة ساعة، في ناس عايزينها ربع ساعة. خلاص، هنبص كده بسرعة مع بعض. الحلقة التالتة اللي احنا بنقول إن الشعاع خرج مماس، كلمة خرج مماس يبقى زاوية قايمة قصادها، يعني فاي 2 بتساوي فاي ايه؟ سيتا، او فاي سي اللي هي الزاويه الحرجه. يبقى انا عندي هنا سيتا 2 بتساوي 90، امر واقع اهو، تمام. يبقى الوقت في الحاله دهيت هنقول زاويه راس المنشور بتساوي مجموع الزاويتين الداخلتين جوه، يبقى بتساوي سيتا 1 زائد ايه؟ فاي 2. طب ما هي فاي 2 بتساوي الزاويه الحرجه ليه يا مستر؟ لانها انتجت زاويه ايه؟ 90، لان الشعاع خرج ايه؟ مماس. يبقى عندي سيتا 1 بيساوي ايه؟ ناقص فاي سي، يبقى عندي ايه؟ ناقص ايه؟ فاي سي. يبقى في الحاله ديت انا عندي الايه بيساوي سيتا 1 زائد ايه؟ فاي 2. طب فاي 2 طلعت ايه؟ بالزاويه الحرجه، اذا زاويه الانحراف خلاص بتساوي فاي 1 زائد 90 ناقص ايه؟ حرف الايه. طبعا في ثلاث مسائل عندنا، ادي واحده، ادي اثنين، ادي ثلاثه، نفكر فيها إن شاء الله الحلقة القادمة. هنرسم الثلاث مسائل ونشرحهم بالتفصيل بإذن الله، وإزاي استفدنا من القوانين اللي موجودة ومركزها لكم في هذه الورقة. الحلقة القادمة إن شاء الله قوانين أخرى وتطبيقات أخرى ومسائل مباشرة على التطبيق، ولكن فيها أفكار، مش كلمة مباشرة يعني سهلة، تمام. اللي ما اشتركش معنا يشترك، ونضغط على الكل زي ما قلنا، ونضغط على الجرس ونختار الكل. مستر مصطفى رجب يحييكم مدينة دمياط الجديدة، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.